صباح الخير وصباح الخير يا اللي معانا وبيتابعنا في اي مكان في العالم. وعشرة الصبح في الاهلي النهارده انا مع حضراتكم كريم، بس هيكون عنده ظروف ان شاء الله يعود مره تانية الاحد المقبل. على كل حال يعني انا برضو من الناس اللي ما زلت عندي ايمان جدا 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 باللي جاي، وما زلت عندي ثقه كبيره جدا بفريقنا، وما زلت مؤمنه ان كره القدم ما لهاش كبير، وفي نفس الوقت لما يبقى عندك ظروف استثنائيه برضو دي لازم ان انت تاخدها في الحسبان. احنا مش هنقدر النهارده نطلع ونقول احنا عندنا يعني روح انهزاميه او ان احنا عندنا حزن شديد. اكيد اكيد كنا نقدر ان احنا نوصل، اكيد كنا نقدر ان احنا نفرح، واكيد الاهلي هو اللي عودنا وهو اللي ادانا الثقه دي، ولكن مفيش اي مشكله، احنا متفاهمين. ولو حضراتكم امبارح تشوفوا المشهد في المدرجات، وهنتكلم بالتفصيل على مدار الحلقه في كل النقاط دي، هتلاقي قد ايه كان ولو حتى عدد الجماهير يعني كانت قليله. انا هتكلم على الجماهير المصريه، مفيش حاجه اسمها الجماهير الاهلاويه، طالما في نادي بيمثل مصر مفيش حاجه اسمها جماهير هذا النادي، في حاجه اسمها جماهير مصر. قد ايه جماهير مصر ولو حتى كانت قليله في المدرجات، ولكن كان هتاف شديد، كان دعم كبير لاخر دقائق، كان في ايمان بالاهلي. على كل حال النتيجه زي ما حضراتكم شايفين يمكن ربما ما كانتش اللي احنا كنا ناملها او منتظرينها او ان احنا الاهلي معودنا عليها، ولكن برضو في تفاصيل كتير هنرجع عليها هي ربما تكون عامل كبير برضو من اللي احنا وصلنا له. في اخفاقات، اكيد في اخفاقات، في حاجات كان ممكن ان هي لو اتبدلت يعني الاداء يتحسن اكيد، ولكن في الاول وفي الاخر ما فيش مشكله، لسه عندنا كتير جدا وكتير جدا الاهلي، وزي ما هو معودنا هو ممكن يكون بيتعثر لكن بيعوض. يعني الاهلي دايما ليه بنقول عليه فعلا نادي رقم واحد؟ لان هو حتى لو تعثر في ماتش في اتنين في بطوله ما بيسيبهاش ويعدي، بيعوضها على طول، ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. فهنتكلم في كل ده بس مره ثانيه، صباح الهنا والرزق علينا جميعا. خليني بقى زي ما انا متعوده في بدايه الحلقه انا وكريم مع حضراتكم ننوه عن الفقرات. فقره اولى مع كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق، فقره ثانيه مع دكتور دينا ابو السعود زي ما احنا متعودين، يعني كل فتره بنحاول ان احنا تكون معانا ونتكلم في ملف مهم. الملف ده هنتكلم يعني فيه عن الحفاظ على الصحه والوقايه من الامراض. مهم قوي الملف ده ان انت يعني تبقى عندك كده وقايه يعني سابقه لاي شيء يصيبك. للاسف الفتره او الثقافه الاخيره عندنا اللي انا بسيب نفسي خالص لغايه لما اصيب لا قدر الله بمشكله وبعد كده ابتدي اعالجها، لا احنا عايزين نتكلم ازاي يبقى عندي فكره هنا او ثقافه الوقايه، ازاي البني ادم يكون بيحافظ على صحته على نفسه من قبل اي شيء ما يصيبه، مش بعد ما الكارثه تحدث. بالتالي ده هيخلينا نتفادى يعني حاجات كتيره جدا. نبدأ مع حضراتكم زي ما احنا متعودين، يعني هنفكر ونبدأ بأمل تاني وهنبدأ بالتفكير فيما هو قادم. إن شاء الله الأهلي زي ما احنا معودنا لا يقف عند يعني خطوة ولا يقف عند مباراة، احنا دايما يعني بنكمل، بنفوز أو بنخسر احنا بنكمل في يعني ماتشاتنا وفي بطولاتنا وفي مسيرتنا. يعني هارد لك أكيد لكل جماهيرنا امبارح، أكيد برضو الكلام ده مش معناه على فكرة اللي أنا بدأت بيه إن أنا يعني احنا مش فارق معانا البطولة أو إن احنا مش زعلانين، لا احنا زعلانين. امبارح أكيد خسرنا مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يعني امام بالميراس البرازيلي اللي احنا فزنا بيه فزنا عليه قبل كده. يعني معلش هتلعب على كل حال على الميداليه البرونزيه مع الخاسر في مواجهه طبعا تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي. وعلى فكره بالمناسبه هتبقى مباراه قويه جدا، ولو حضراتكم دلوقتي تتابعوا السوشيال ميديا ناس كتير جدا مش عارفه تحدد هل فعلا المباراه هتبقى لصالح تشيلسي ولا هتبقى لصالح الهلال السعودي. يعني بجد حاجه لسه لحد دلوقتي مش اكيده. ليه؟ لان الهلال السعودي فعلا مقدم مباريات قوية جدا. على كل حال عايزين نقول ان الحقيقة كمان لازم نعمل تحية كبيرة جدا للجميع، اولهم مجلس ادارة النادي الاهلي وكمان اللي اصدر بيان قبل انطلاق البطولة قال فيه كلمة واحدة كده، قال مصر اولا. وده طبعا نتيجة الظروف الصعبة اللي مر بيها الفريق ده، بنتكلم قبل اثناء كمان البطولة، وكمان يعني شكر مستر بيتسو موسيماني والجهاز اللي يمكن دي المرة الثانية اللي بنتواجد فيها او بيتواجد فيها معانا في زي ما بيتقال كده اكبر يعني محفل قاري للانديه. فعلى كل حال فعلا فعلا تاني هنرجع نقول معلش اللي جاي ان شاء الله اكيد يكون احسن. كل الشكر ليهم، وكمان لازم اكيد نتوجه بالشكر للاعيبه على المجهود اللي بذل واللي احنا كمان شفناه، مجهود كبير جدا في البطوله خصوصا المباراه بنتكلم الاولى امام مونتاري المكسيكي. الناس كتير جدا حتى المديرين الفنيين كانوا بيتكلموا ان ربما يعني الاهلي لن يفوز على مونتاري المكسيكي لظروف كتيره جدا
جدا والعالم كله يعلمها. يعني اي منافس ليك بينزل على الارض هو عارف ايه الظروف اللي الاهلي بيمر بيها، وعارف ان ده مش التشكيل الاساسي، وعارف ان انت عندك غيابات، وعارف ان انت عندك اصابات، وعارف ان في لعيبه دوليين ومش وفي المنتخب طبعا مش هيبقوا موجودين، فظروفك اصلا مفهومه. ده اللي خلى البعض يعتقد ان انت اصلا مش هتعدي من مونتاري، ولكن قدرت ان انت تعدي. على كل حال يعني فكره هنا برضو ان انت تكسب مونتاري ده حاجه كبيره جدا، او امر مش سهل ان انت كمان تلعب مع يعني فرق لاتينيه بشكل عام هو اصلا مرهق جدا، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. على كل حال انك كمان تكسب وتعدي وتوصل للمربع الذهبي يعني وسط كل الظروف اللي احنا اتكلمنا عنها الصعبه دي، يعني طبعا بدايه لو هنتكلم بقى في تفاصيل يعني اصابه او اكثر من اصابه كمان، تخيلوا حضراتكم انتوا بتلعبوا وقبل البطوله في غياب عندك يعني مثلا بدر بنون للاصابه، بعد كده اكرم توفيق، بعد كده الحارس الاساسي بتاعك محمد الشناوي، ده غير تواجد اكثر من لاعب دولي كمان مع المنتخب زي ما انا كنت بقول لحضراتكم دلوقتي اللي شاركوا. يعني هنقول ايه؟ على كل حال مفيش مشكله، الظروف كانت صعبه، ولكن احنا بنامل ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. والواحد مش بيقول الكلام ده بس علشان يعني يبرر برضو خساره، خلي حضراتكم يعني في بالكم الموضوع ده، احنا لا نبرر الخساره ابدا، ده مش في قاموس النادي الاهلي. تاني هنفضل نقول ان الاهلي بمن حضر، مش هنغير هذا المبدا لان ما تغيرش على الارض عشان نغيره احنا، لكن احنا بنتكلم في واقع، الواقع برضو بيفرض امور، يعني كل اللي كانوا موجودين عملوا فعلا اللي عليهم، صحيح يعني ممكن كنا نقدر ان احنا نسجل في اكتر من فرصه، يمكن جات له برضه هتكلم بتفاصيل اكتر، جات لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ده غير برضه الهدف اللي اتلغى، ده غير بعض الكلام عن التحكيم، يعني كان لينا اكيد تواجد برضه كتف بكتف مع بطل البرازيل بالميراس، لكن يعني بالمناسبه هو كان برضه بيلعب في حضور جماهير كبير، وده اللي هرجع واكد عليه تاني، كان في حضور جماهير كبير لان هم كانوا عارفين موعد المباراه، احنا كنا برضه الموضوع متوقف على مين اللي هيفوز الاهلي ولا مونتيري، عشان كده يعني عايزين ثقتنا ما تتهزش ابدا في مجموعه اللاعبين الموجوده اللي بتشارك في محفل قاري تاني بنقول كبير جدا، وبتلعب في بطوله يعني كمان كبيره جدا، فان شاء الله ان شاء الله طموحاتنا اللي جايه كمان تكون اكبر بكتير، لكن اكيد اكيد برضو يعني ربنا شايل لنا حاجه افضل، اكيد في افضل جاي من الاهلي، اكيد في كلام كتير جدا لسه الاهلي هيرد بيه، زي ما كنت بقول الاهلي ربما يقع ولكن بيقف تاني على رجليه وبيعوض اي خساره يعني حصلت له. هروح بقى لنقطة تانية برضو مع حضراتكم، وهي فكرة هنا الدعم الجماهيري، لأن الدعم الجماهيري بجد كان شيء ولا أروع، والكلام ده أنا مش بقوله لحضراتكم يعني من وحي خيالي، أنا بقول لحضراتكم من مصادر ومن يعني تفاصيل كتيرة كانت ما بيني وما بين بعض الأشخاص والزملاء والأصدقاء اللي هم كانوا موجودين بالإمارات وكانوا حاضرين يعني الماتش بنفسهم، والصورة نقلوها لي كده، فكرة استحواذ بجد جماهير بالميراس على الملعب امبارح كان غريب، يعني الفريق كان زي ما أنا بقول الموعد محدد ليه، موعد المباراة محدد ليه في نصف النهائي، ده كان شيء مسبق، وبالتالي كان عندهم مساحة كبيرة جدا الجماهير إن هم يقدروا يحجزوا كمية كبيرة من التذاكر، وده اللي حصل على فكرة على حساب طبعا أو على العكس، يعني الأهلي ما كانش قادر يعمل ده لأن كان لازم إن هو يفوز على مونتيري وبعد كده يتم تحديد موعد المباراة التالية، وعشان كده أكيد حصل تعثر يعني في حصول جماهير النادي الأهلي على يعني حظوظ هنا متساوية في شراء تذاكر الماتش، ولكن هل ده معناه تاني إن كان في تقصير من قبل المشجعين المصريين؟ أبداً. وعايز اقول لحضراتكم برضو مش المصريين بس، يعني اللي كان بيشجع برضو الاهلي على فكره ناس كتيره جدا لا تنتمي لمصر، جاليات عربيه كتير، في ناس كتير بتحب النادي الاهلي، ده اللي احنا اكيد عارفينه برضو، فامبارح حتى لو كان عددنا حتى 2000 لا بس كان في تشجيع لاخر نفس لاخر نفس. وعلى فكره برضو بعد ما الماتش يعني خلص برضو الصوره اللي بعض الزملاء نقلوها لي ما كانش فيه الغضب الشديد، كان فيه حزن ولكن ما كانش فيه الغضب الشديد، لان الاول والاخر انت فاهم اللي بيمر بيه النادي بتاعك، فما اقدرش ان انا اجي وانا عارف ان النادي بتاعي فيه ظروف استثنائيه واجي واضغط واضغط وانتوا ما عملتوش اللي عليكم، لا فعلا هم ممكن يكون الشوط الاولاني ما عملناش اللي علينا شويه، او كان نتيجه اللعب او اللعب اللي ظهر كان الى حد كبير بشكل دفاعي، ده اللي كان يعني، بس احنا برضو قدرنا ان احنا نحرس المرمى بتاعتنا، ولكن برضو كان شكل دفاعي، انت رحت بعد كده الشوط الثاني ابتديت تلعب بشكل افضل، ربما حتى لو انت بتلعب او موسيماني نزل نفس التشكيله ولكن كان في اداء افضل. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي اكيد في الفقره الاولى، بس امبارح برضو من المعلومات اللي عايز اقولها لحضراتكم، يعني بعد الماتش خضع الثنائي
الفريق وليد سليمان وعمرو السوليه لاختبار كشف المنشطات ده فور انتهاء مباراه الاهلي وبالميراس. وطبعا الفريق هيبتدي بقى يستعد للمباراه القادمه زي ما احنا قلنا، خلاص اللي فات ده خلص، خلينا نبص بقى في اللي جاي اللي هتكون يوم السبت الجاي على يعني بنتكلم المركز الثالث وبرونزيه المونديال من خلال طبعا برنامج تدريبي وتاهيلي وموضوع من قبل الجهاز الفني. كل التوفيق ان شاء الله تقدروا قدها ومفيش مشكله ابدا. وعايز اقول لحضراتكم برضو نقطه مهمه جدا، يعني بغض النظر عن تاني اي انتماءات لاي شخص لناد اخر، برضو فعلا لو دخلتوا على تويتر تحديدا ناس كتير جدا بتنتمي لانديه منافسه للنادي الاهلي فعلا كانت بتكتب كلام حلو قوي في النادي الاهلي، ده كمان قبل المباراه مش بس بعد المباراه، قبل المباراه. انا بقول لحضراتكم ادخلوا شوفوا بنفسكم، في مؤازره، في دعم كبير جدا، لان في الاول وفي الاخر انت بتلعب باسم مصر، فروح جميله يعني شكل جميل. ولو حد عنده راي مختلف هو حر، ده لا يمثلنا، دايما هتلاقي حد مختلف، ولكن انت المشهد العام لا بجد كان في دعم كبير جدا، ودي حاجه راقيه، ودي حاجه اللي احنا واخدين عليها، وان شاء الله تكمل على كده، لان اكيد اكيد كلنا شفنا قد ايه كانت روح حلوه، وكمان لو هنرجع تاني للمنتخب هو ده اللي احنا عايزينه، هي دي الاجواء اصلا بتاعه الرياضه. على كل حال خلينا برضو نكمل ونلقي الضوء على تصريحات اللاعبين، ونروح تحديدا يعني لقفشه اللي بعد المباراه. قفشه كان ليه يعني مش تصريح على قد ما هو اعتذر للجماهير، وهو قال الجميع تعاهد على الفوز في المباراه القادمه وحصد البرونزيه وتعويض الجماهير على الاخفاقات امام بالميراس البرازيلي. نفس الكلام برضو يعني قاله محمد هاني، يؤكد ان التوفيق لم يكن حليفهم، وان اللاعبين يعني ادوا رجولة رغم كل الصعوبات، ولكن دي طبيعة كرة القدم. أعتقد احنا نتفق معاكم جدا. نروح بقى لباتشو موسيماني، كان ليه برضو بعض التصريحات. يعني هو قال ان مباراة بالميراس كانت صعبة خاصة في النصف الساعة الأخيرة، والفريق حاول العودة مجددا برغم تأخره بهدفين، لكن لم يحالفنا التوفيق. وأكد ان طرد أيمن أشرف، وده على فكرة عليه كلام هنتكلم برضو بالتفصيل، أثر بشكل كبير على الأداء ومجريات المباراة، كما تقاضى الحكم أو تغاضى الحكم عفوا عن ركلة جزاء أيضا بعد عرقلة أحمد عبد القادر في الدقيقة تحديدا الخمسة أو 50. ورغم العودة إلى تقنية الفيديو، هو مفروض أن أشار الحكم بغرابة شديدة يعني اللي هو استمرار اللعب. فهنقول إيه؟ ده الكلام اللي برضو عليه علامات استفهام. خلاص إحنا منتظرين البرونزية، وكلنا ثقة فيكو يعني كلكو أن أنتوا تكملوا في مسيرة البطولات أو في مسيرة البطولات. فدي كانت التصريحات الخاصة ببعض اللعيبة وبباتسو موسيماني. تاني هنرجع نقول هل في حالة حزن؟ أكيد. هل في حالة قبول للواقع؟ لا، في حزن، ولكن ليس هناك قبول للواقع، هناك أمل وهناك شغف يعني لتعويض ما حدث. وافتكروا كلامي، وهو ده الكلام اللي احنا بنقوله بناء على برضو واقع وتاريخ، إن شاء الله الأهلي هيعوض أي حاجة حصلت، فدي ما عندناش فيها أي شك. خلينا بقى بعد كده نروح لأمر آخر ويعني ملف مختلف شوية. وأعلن فيه جيرارد المدير الفني لأستون فيلا الانتقال محمود حسن تريزيجيه لصفوف باشاك، ده على سبيل الإعارة يعني لنهاية الموسم. وخليني أقول لحضراتكم برضو تريزيجيه يعني هو سبق لي اللعب في صفوف فريق يعني كذا فريق، منهم مثلا قاسم باشا التركي، ده كان قادما من أندرلخت بعد ما برضو انتقل لصفوف أستون فيلا. و أشار كمان النادي باشاك التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا صور بقى لمحمود تريزيجيه بقميص الفريق ولحظة التوقيع على العقود في حضور أحد المسؤولين بالنادي. فأكيد بنتمنى كل التوفيق لتريزيجيه، نجم كبير، وأي مصري بيروح وبيرفع اسم مصر عاليا وبيشرف مصر في أي مكان يعني دولي أكيد إحنا كمان بيشرفنا، وبالتالي بنكون سعداء جدا بيه. طيب خلينا نروح دلوقتي نشوف ونتابع درجات الحرارة سريعا ونرجع نكمل مع حضراتكم، أكيد كلامنا وأخبارنا لسه ما خلصتش.
طيب زي ما احنا متعودين مع حضراتكم في بدايه الاسبوع بنبقى معانا تليفون عشان نطمن على الاسبوع، وفي نهايه الاسبوع بيبقى معانا تليفون عشان نطمن على الويكند. دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه معانا على التليفون. يا دكتور محمود صباح الخير، وقبل ما نخش في الارصاد الجويه قول لي كده يعني انطباعات حضرتك عن امبارح وطبعا وماتش الاهلي، اتفضل. صباح الخير على حضرتك يا هوند وعلى كل جمهور النادي الاهلي طبعا. صباح الفل. طبعا كلنا زعلانين وكلنا يعني كان عندنا امل كبير جدا، الاهلي تجاوز الفريق ده السنه اللي فاتت، فكان عندنا امل كبير ان الاهلي يتجاوزه السنه دي والاهلي يلعب في النهائي بقى، لان خلاص يعتبر الاهلي خد على البطوله ويعتبر من اقدم الفرق في هذه البطوله يعني. صحيح. لكن يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني دايما الاهداف بتبقى نتيجه اخطاء، بس ما ينفعش فريق كبير بحجم النادي الاهلي تكون فيه بعض الاخطاء الفازنه والساذجه، لان يعني الاخطاء دي ما بيقعش فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيغلبش 2-0 ابدا الا من فرقه جديده، دي فرقه انا شايف الاهلي كان يعرف يسيطر عليها كويس. صحيح. كويس، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله، بس ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله اللي جاي يكون لصالح الاهلي. وزي ما انا كنت بقول هو يعني ممكن ان هو يعني يخفق مباراه ولكن او بطوله، ولكن سرعان ما حقيقي بيعوضها، ده اللي احنا نعرفه. هو ده النادي الاهلي دايما. صحيح. اتفضل يا دكتور، طمنا بقى على الويكند، هل هيشهد يعني ارتفاع زي ما احنا فيه دلوقتي درجات الحراره صباحا، ولا الوضع هيختلف شويه؟ يعني هو النهارده وبكره بس شويه تقلبات جويه، انخفاضات طفيفه في درجات الحراره لو قارناها بالايام اللي فاتت. احنا شفنا درجه الحراره كانت وصلت 22 درجه على القاهره امبارح والجو كان مسلم بشكل كبير. النهارده في شمس اكتر، في شويه سحب كده بتسحب شويه اشعه الشمس، هيكون في انخفاضات حوالي درجتين او 3 درجات عن امبارح، بالاضافه لنشاط الرياح اللي بدأ في الساعات الاولى من الصباح هيزود احساسنا شويه بانخفاض درجه الحراره. هناك طبعا سحب منخفضه ومتوسطه ممطره خلال هذه الفتره منذ ساعات قليله، حصل سقوط امطار على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه حملويه هيئه الارصاد الجويه اقصى الغرب حسب السلوم ومطروح. متوقع باذن الله انها مع تقدم ساعات النهار تمتد الى باقي محافظات سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، ولكنها امطار خفيفه قد تكون متوسطه احيانا. اما بالنسبه لمحافظات جنوب الدلتا والقاهره الكبرى ففرص الامطار فيها خفيفه جدا وهتكون غير مؤثره. فرصه القاهره مطر القاهره تكون بكره اكبر شويه، فرصتها اكبر من النهارده، ولكنها برضو حتى لو حدث بكره هتكون امطار خفيفه على مناطق دون الاخرى بالفعل. يعني نقدر نقول انه ويكند معتدل يعني ده الموضوع. لا هو حضرتك ده النهارده وبكره اربعه وخميس، بدايه من الجمعه هتتحسن الاجواء وهتعود الشمس مره اخرى بشكل كبير. كويس. واستقرار وشطبوره مائيه يكون هو ده التحذير الوحيد في فتره الويك اند، الشطبوره المائيه اللي هتبدا تظهر من فجر الجمعه وتكون موجوده معانا ايضا فجر يوم السبت، فنكون حذرين. لو ما عندناش مشوار بدري نحاول ناخر نفسنا بعد الساعه بالظبط، لو ما فيش مشوار او يعني سفر ما فيش داعي حد يسافر في التوقيت ده تحديدا يعني. يعني نحاول بقدر الامكان مع البرد وانخفاض الرؤيه بسبب السبوره يكون خروجنا دايما بعد الساعه 8 الصبح. تمام، بشكرك يا دكتور، شكرا ليك جدا على هذه التغطيه. طيب خلونا نروح فاصل سريع جدا ولسه اخبارنا ما خلصتش، بعد فاصل نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مره ثانيه، وبحب اتابع زي ما انتم عارفين ومتعودين معايا يعني في الفاصل ردود الافعال ايه، لان بحس ان السوشيال ميديا هي همزه التواصل ما بيننا وما بين حضراتكم. اكيد دايما بنحب ان احنا نشوف رايكم وافكاركم يعني تفسيراتكم للي بيحصل، اي حاجه خاصه بالنادي الاهلي اكيد او حتى بقناه النادي الاهلي. فناس كتيره جدا بتعلق على الانترو يعني والكلام اللي انا قلته، بعتين يعني بيقولوا على الحلوه وعلى المره الكلام ده مظبوط، ما حدش فينا عنده اي شك ان الاهلي هيعوضنا. كل ده حضراتكم ممكن تدخلوا على تويتر تحديدا وتشوفوه بنفسكم، هي دي الروح الحلوه يعني. فعلا انا شفت قد ايه امبارح، ولما بقول لحضراتكم اصدقاء ليا وزملاء بينقلوا لي الصوره من الامارات، لا فعلا حاجه جميله. تاني هنرجع نقول لما تعمل اللي عليك ولم توفق غير لما تكون موفقت وانت مش عامل حاجه، وما شفناش اداء وما شفناش تعب بيحصل وشفنا مثلا كسل وتخاذل، ده مش هيساعدنا في الاخر. لكن لما تبقى عارف ان فريقك ظروفه صعبه جدا او المنتخب بتاعك بيمر ظروف برضو صعبة وفي كذا عامل خارجي بيؤثر، ولكن في النهاية هو أدى اللي عليه
واكتر ولم يوفق، اعتقد دي حاجه ما تزعلناش في الاول وفي الاخر، حاجه تخلينا بس نامل ان اللي جاي يكون افضل، يكون في توفيق افضل. خلينا نروح دلوقتي زي ما احنا متعودين واخر اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، وزميلتنا العزيزه سالة حامد هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالة صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك انا هواند، واكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون معاك انا هواند ومع كل جمهور 10 الصبح في الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل اخبار جميع الفرق الرياضيه واخبار النادي الاهلي بشكل عام. وخلينا نبتدي معاكي باخبار جميع الفرق الرياضيه والفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم اللي قدروا امبارح يحققوا فوز صعب على نادي الطيران بنتيجة 75-74 بفرق نقطة واحدة بس، قدروا سيدات السلة ان هم يفوزوا على نادي الطيران. ده كان نظرا لصعوبة المباراة وان المباراة كانت صعبة، يعني كان اداء الفرقتين يعني اداء قوي جدا من جانب النادي الاهلي ومن جانب نادي الطيران، فقدر النادي الاهلي ان هم يفوزوا بفرق نقطه واحده بس على نادي الطيران، وده كان ضمن اطار الجوله التاسعه من بطوله الدوري السوبر لكره السله. النهارده ان شاء الله سيدات السله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى للتدريبات بكره عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون يوم السبت المقبل مع نادي سموحه، وده هيكون ايضا يعني ضمن منافسات بطوله الدوري السوبر وهتقام ان شاء الله على صالة نادي سموحة. ده بالنسبه لي يعني كره السله في النادي الاهلي. خليني بقى اروح لكره اليد داخل النادي الاهلي والفريق الاول لكره اليد رجال تحت قياده الكابتن طارق محروس. النهارده ان شاء الله هيواصل تدريبات بشكل طبيعي من الساعه 2 للساعه 4 على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان طبعا يستعدوا للمباريات الفتره المقبله، ويمكن يعني بعد التمرين ان شاء الله نهواند الفريق والجهاز الفني والكابتن طارق محروس كلهم هيتجهوا لمدينه الاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق يعني استعدادا للمباراه القادمه، وده عشان يكونوا يعني في حاله تركيز ويدخلوا في اجواء المباراه. يمكن بكره ان شاء الله يعني عندهم مباراه مع نادي ايضا يعني مع نادي سموحه وهتقام يعني على صاله نادي سموحه بكره بالليل ان شاء الله، وده هيكون ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين لكره اليد. كمان رجال اليد او رجال الطايره عفوا الماسترز تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا بكره للتدريبات الساعه 4 على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه ايضا في بطوله الدوري واللي هتكون يوم السبت المقبل مع نادي طلائع الجيش، وهتقام على صاله نادي طلائع الجيش في تمام الساعه 9 مساء. دي هتكون يعني مباراه يوم السبت. وسيدات الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعة 5:30 على صالة الشهداء داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراة يوم الجمعة واللي هتكون مع نادي وادي دجلة على نفس الصالة اللي بتمرنوا عليها سيدات الطايرة وهي صالة الشهداء داخل مقر النادي، والمباراة يعني هتكون يوم الجمعة إن شاء الله نهواند مع نادي وادي دجلة في تمام الساعة 8 مساء، وده هيكون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. يمكن دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية نهواند داخل مقر النادي الأهلي. طبعا أنا معاكي لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. بشكرك جدا يا نهواند، الكلمة ليكي. لا ما فيش أي استفسار، بنشكرك جدا على هذه التغطية سالة، شكرا ليكي. ننتقل بقى دلوقتي لجريدة الشروق ومراسلتنا العزيزة روزان نصر، نتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. يا روزان صباح الخير عليكي ونورتي مكانك مره تانية، بقالك فتره مش معانا، وخليني ابدا معاكي لان المنشط الاولاني يمكن انا كنت بتكلم اصلا في تفاصيله في بدايه الحلقه لما قلت عن المقابله يعني او المباراه ما بين الهلال السعودي وتشيلسي والمفاجات، ومفروض الخبر بيتكلم عن ان الهلال بيسعى لمفاجاه فعلا تشيلسي وتحقيق فوز تاريخي، فده لو حصل يعني اعتقد هيبقى فعلا امر تاريخي. خلينا نعرف منك تفاصيل الخبر، اتفضلي. بصبح عليك أنا هواند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة، يمكن ده أبرز خبر معانا أنا هواند بالفعل النهاردة. هنبدأ بيه من جريدة الشروق الليلة في مباراة نصف النهائي الهلال يسعى لتحقيق فوز تاريخي في مونديال الأندية. مباراة صعبة جدا طبعا، يلتقي الهلال السعودي مع تشيلسي الإنجليزي على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات الدور النصف نهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ويخوض الهلال مباراة اليوم بعد التفوق الكبير في دور ربع النهائي على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 وهي الأكبر في تاريخ المسابقة،
ومن بعدها طبعا سقف طموح الهلاليين ارتفع بعد هذه النتيجة أمام الجزيرة الإماراتي، حيث يتطلع الفريق إلى بلوغ النهائي على حساب بطل أوروبا. من جريدة الرياضية ليفربول، يعيد صلاح بجلسات صغيرة. أوضح يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أن محمد صلاح تجاوز إحباط خسارة مصر طبعا في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وعاد إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استعدادا لمواجهة ليستر سيتي. وأبلغ المدرب موقع ليفربول بأن صلاح محبط للغاية بالطبع، لكننا نتطلع إلى كل الأشياء التي تنتظرنا. ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما ليستر سيتي في المركز العاشر. من موقع كورة، بوجبا يهدد مستقبل دي ماريا. يهدد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان. وذكر التقرير أن إدارة بي أس جي تريد تدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط هجومي، وأضافت أن الخيارات بين لوكس باكيتا لاعب ليون وبوجبا الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري. ولفتت أن هذه الصفقة تجعل باريس سان جيرمان مترددة بشأن تجديد عقد دي ماريا الذي سيحتفل ببلوغه 34 عام الأسبوع المقبل. ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهتين من العيار الثقيل أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأخيرا من سكاي نيوز عربية، بمليار دولار الانتقالات الشتوية تعود لمستوى ما قبل كورونا. عادت سوق الانتقالات الشتوية في يناير إلى المستويات التي كانت عليها قبل وباء طبعا فيروس كورونا، بعدما أنفقت الأندية نحو مليار دولار خلال هذه الفترة حسب تقرير نشرة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتم إنفاق 1.3 مليار دولار في يناير بزيادة 74.7% مقارنة مع فترة يناير 2021. وللمقارنة في عام 2020 وقبل الوباء مباشرة تم إنفاق 1.16 مليار دولار في يناير مقابل 1.1 مليار دولار في يناير 2019. وقال فيفا في بيان له، عاد نشاط سوق الانتقالات تقريبا إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من جريدة الشروق. شكرا ليكي، وعودة ليكي مرة تانية يا نهاوند. أنا كمان بشكرك جدا على هذه التغطية زميلتنا العزيزة روزان نصر. خلينا بقى نروح للرياضة العالمية اللي بتهم أكيد قطاع كبير برضو من حضراتكم بيحب أن هو يتابع الرياضات المختلفة. هنروح تحديدا لأولمبياد بكين الشتوية ولعبة التزلج على المنحدرات اللي فاز فيها النمساوي ماتياس بالميدالية الذهبية، ودي مفروض رابع ميدالية أولمبية لي. خلينا نروح لهوكي بقى الجليد اللي حقق فيها تورونتو ليفز فوزه السادس على التوالي على كارولاينا هاريكينز في الدوري الوطني لهوكي الجليد، ده كان بأربع أهداف مقابل 3. خلينا اخر حاجه بقى هنروح للباسكتبول اللي انتصر فيها فريق تورونتو رابترز 116 نقطه، ده كان مقابل 101 على تشارلوت هورنز، وده الفوز السادس على التوالي الفريق. على فكره هو فريق تقيل جدا في دوري الرابطه الوطنيه لكره السله. طيب كده الفقره الاولى الاخباريه باخبار خاصه بالاهلي واخبار خاصه بالرياضه العالميه وتفاصيل ويعني تحليلات وكله خلصت، لكن هنروح فاصل نرجع بقى مع كابتن عادل تعيمه والفقره الاولى. ويمكن اول سؤال هساله كابتن عادل هو ايه سبب خسارتنا امبارح تحديدا، بغض النظر عن يعني اي يعني صعوبات كانت سابقه للماتش او حتى لهذا الموسم. ونرجع بعد الفاصل نجاوب مع كابتن عادل، استنونا. زي ما حضراتكم عارفين عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت الجاي على خلاص برونزيه المونديال، بعدها نرجع لمنافساتنا بقى المحليه والقاريه، لجانب طبعا يعني لينا كم او عندنا كلام كتير جدا محتاجين ان احنا نتكلم فيه كمان عن منتخبنا خلال الفتره القادمه. يعني من الاخر ملفات كتيره جدا، بس اكيد هنبدا يعني مع ضيفنا كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق اللي منورنا بفكره هنا ليه احنا ما توفقناش امبارح وهل كان متوقع ولا لا. وفي البدايه طبعا صباح الخير. صباح النيل. لا الحقيقه يعني مش كلام مزوق، ايوه، لكن الاهلي من 1907 وهو بيتحارب على جميع الجبهات، والحاجه الجميله اللي عندنا كاهلاويه ان دايما عدنا ناشف. ليه؟ لان احنا الصعاب بتاعتنا ما بنطلعش نشتكي، كل الفرق اللي بتلعبنا بتبص تلاقيها بتأدي باقصى طاقه. دايما قرارات الاتحادات على مدار التاريخ كلها كانت بتبقى ضد النادي الاهلي، والكلام ده موثق وموجود طبعا في الصحف بتاعتنا. بالنسبه للحمله اللي موجوده دلوقتي بعد الماتش اللي فات بتاع امبارح، الاهلي امبارح بيلعب
وهو ناقصه 15. الكلام ده اتقال كتير. اوكي. طيب لما نقول مثلا نادي ليفربول امكانياته الضخمه دي، لما بيلعب في بطوله اوروبا وبيلعب مع اتلتيكو مدريد وفاضل له 10 دقائق ويوصل للنهائي، تمام، الحارس الاساسي بتاعه كان مصاب، لعب البديل، ايه اللي حصل؟ كورتين في اخر 10 دقائق، الفريق بيتغلب وبيحصل ايه؟ بيطلع من بطوله اوروبا. ما حصلتش الضجه الجامده قوي ديت. انت النهارده عندك الشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا، مش عايز اقول في الشرق الاوسط، ولو راح اوروبا هيتفوق في اوروبا. لما يكون عمود من الاعمده دي مش موجود، لما يكون بنون، بدري بنون ده يعني عمود فقري، ازاي بيبدا الهجمه، ازاي بيغطي، ازاي بيكشف الاوفسايد، كل الحاجات دي مش موجوده. لما يكون في 15 واحد مصاب ما بين منتخب وبين اصابات، هل الكلام ده منطقي؟ وبقول الجمهور النادي الاهلي، هل من المنطق ان يبقى عندي راس حربه الرئيسي بتاعي اللي هو هداف الدوري ما يبقاش موجود؟ وبعدين حاجه تانية ومهمه جدا، عشان كلامي برضو في شقين، الشق اللي انا اقوله ده دلوقتي وبعدين في شق تاني. تمام. الشق الاولاني طبعا لما يكون هذا الكم، ان الاعمده الرئيسيه في الهافات الديفندر المدافعين مش موجودين، وديانج جاي، الراجل المدرب ما كانش بيدرب الثلاثه، واحد جاي من كاميرون واثنين لسه جايين. جايين امتى؟ ما حصلوش 24 ساعه. اه يعني هم وصل 10 بالليل واحنا بنلعب الساعه 6 صحيح الصبح، العصر او المغرب. ايه ده؟ المدرب ده عشان يحط خطه، يحطها ازاي؟ عشان يقيم الناحيه البدنيه والناحيه النفسيه ازاي؟ النهارده كلوب عمل ايه مع محمد صلاح؟ جهاز نفسي ودكتور نفساني بيقعد معاه علشان يطلعه من الاحباط اللي هو رايح. احنا ما عندناش الكلام ده. اه العامل النفسي، اه يعني يمكن كانت ايام مانوال يعني خوسيه كان موجود اللي هو الطبيب النفسي او الاستشاري النفسي، لكن ما اصبحش موجود دلوقتي. صحيح. فكل العوامل النهارده لما الاتحاد او اللجنه الموقره، اللجنه الثلاثيه ثم الكاف ثم الفيفا، الثلاثه بيبقوا كل قراراتهم ضدك، هل ينفع؟ لا. ان الـ 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 الاخ احمد مجاهد اللي بيعتذر دلوقتي ان قال كلام والنادي شكروا عليه وبعدين يطلع الكلام مش منطقي وما حصلش منه حاجه. الكاف لما اللي انا النادي الاهلي بمثل الكاف في بطوله مؤثره جدا قويه جدا، ولا كانه في مشكله. الفيفا يعمل حساب لتشيلسي، ما يعملش حساب للناس، للنادي الاهلي وبقيه الانديه. حاجه ثانيه واخيره، بالميراس احنا كسبانينه الموسم الفاضي طبعا، مظبوط طبعا. ليه يجي على نص النهائي؟ المفروض اللي يجي على نص النهائي مين؟ مش احنا كسبانين واخدين البرونزيه المره اللي فاتت. ده في نوع من المجامله الفجر، المجامله. امال ايه؟ المنطق بيقول ايه؟ انا بقيم بناء على النتائج. انت بتقيمها على اي اساس؟ افريقيا قويه جدا، والدليل ان معظم لعيبه اوروبا من افريقيا، كل النجوم الكبار هتلاقيهم من افريقيا. صحيح صحيح، من نوادي مختلفه فعلا. صحيح. الحاجه الثانيه وهي التحكيم، الماتش اللي قبل ده مونتيري، شوف الحكم الاسترالي عمل معانا ايه. كان فيه ضرب مبرح وكان فيه اخطاء قاتله، والراجل لا بيرجع للفار ولا بيرجع لحاجه ثانيه. هو بيرجع للفار معانا احنا وبيحسبها على طول الغاء يعني. والجمهور مش ممكن. وجمهور النادي الاهلي في الماتش الاولاني مونتيري، الناس جمهور الاهلي زي ما انت عارفه يا نهاوند محترم قوي جدا. مفيش غير هنتكلم عن ده، كانوا بيصفروا له بس. يعني مجرد ان هم بيصفروا له. الراجل امبارح يعني انا يعني الاخوه اللي في بعض الاخوه للاسف ومنهم اللي ماسك لجنه التحكيم في مصر بيقول ان الطرد مظبوط، مفيش بلنتيات، الحكم كان رائع. انا معرفش جاب الكلام ده منين. ده في كورتين لو رجع للفار، في احد اللعيبه في بالميراس دخل في الشظيه عضل وعداها ده الفار ما دهلوش. طب وفي الكوع اللي الهاني ولا رجع له ولا كلمه. وبعدين اتنين ضرب الجزاء، عبد القادر طبعا برضو، عبد القادر وفي هاني. كل العوامل ديت لما تبقى متراكمه وانا العناصر الرئيسيه بتاعتي ما هياش موجوده،
جمهور نادي الاهلي ما يزعلش. لا لا هو مش زعلان على فكره كابتن عادل فعلا. يعني الناس مش زعلانه على قد ما زعلانه على اللي حضرتك بتقوله ده بقى، اللي هو احنا ليه اصلا بنتعرض لكل الكلام ده، واحنا ليه دايما كده زي ما حضرتك بديت كلامك يعني لا في الى حد ما عدم كفاءه او في عدم يعني توازن، في حاجه مش مظبوطه. انت مش عشان نادي كبير يتعمل فيه كده برضه ويتقال لك يلا، وعارف لما تبقى حاجه كبيره يقول لك هتعدي، لا مش هتعدي، ما دي ظروف مؤثره. زي ما احد قال لك الاهلي ما بيمثلش مصر. ايوه ده كلام كبير. وبعدين في حاجه تانية، كنت اتمنى انا لما يكون في 10 طائرات بيودوا جمهور، كان حاجه بسيطه قوي. انا يعني وزاره شباب ايه المانع ان انا ولاد الاهلي طياره كده توديهم؟ يعني النادي الاهلي بيمثل مصر. لا هي النقطه مش في كده، النقطه ان التيكت يعني التيكتس خلاص خلصت، لان هم كانوا مفروض عارفين عن موعد بدري، فاهم حضرتك النقطه. احنا عرفنا متاخر، فهي القصه بس في فكره حتى الجاليات اللي هناك ما عرفتش ان هي لا انا بتكلم على الطياره، كانت بتاخد الولاد بتوعنا بعد الماتش، طياره خاصه تاخد الولاد دول بدل ما يجي بالليل. بعد الماتش انا بتكلم على بعد الماتش الجماهير. اوكي يعني انت عامل 10 طيارات للجمهور علشان يشجع الفريق. ودي حاجه طبعا حاجه وطنيه، وزي ما قال مجلس الاداره وكابتن خطيب قبل الماتش قبل البطوله بتاعتنا بشهر بيقول احنا مصر اولا طبعا ثم النادي الاهلي. فطبعا كل الامور دي لابد ان انا ابقى بفتخر جدا بفرقتي، ان انا مع كل العوامل ديت انا كنت واقف على رجلي. هناك اخطاء من موسيماني، وهناك اخطاء من بعض اللعيبه، في ناس ما كانتش مركزه وعندها العذر. يعني أيمن أشرف، نحن هنتكلم بقى بالتفصيل فضل. نبدأ بموسيماني. يعني هل حضرتك بتشوف، لو هنبدأ نشوف إيه سبب أو ردا على سؤالي، هو إحنا ليه لم نوفق امبارح رغم أن البعض قال أن بالميراس مش في نفس قوة مونتاري؟ يعني فده عليه علامات استفهام. هل إحنا عشان بدينا الماتش مثلا بشكل دفاعي أكثر، ولا القصة فين؟ يعني خليني أبدأ من النقطة دي. واحنا حضرنا المحاضره عشان نقول الراجل بيلعب بطريقه دفاعيه ولا لا؟ كانت باينه على الملعب يا فندم. لا كانت باينه على الملعب. ازاي في الشوط الاولاني تحديدا ازاي؟ طيب نسمع من حضرتك اتفضل. خلاص ده رايك؟ لا ده مش رايي، ده راي التحليل كله. انا تابعت التحليل كله، ما كله بيحلل دلوقتي. اوكي نسمع كابتن عادل اتفضل. طيب يعني انا لما اكون مدي لحضرتك واجبات دفاعيه واجبات هجوميه في المحاضره وتنزلي ما تاديهاش، يعني هو موسيماني قال لحسين الشحات وقال لقفشه وقال لطاهر ما تهاجموش؟ يعني حضرتك بتقصد ان اللعيبه هم يعني اللي ادوا بشكل دفاعي مش خطه موسيماني هي اللي يعني كده. هو موسيماني يعني قايل لحسين الشحات تدافع بس ما تهاجمش؟ والله يعني انا ما اعرفش موسيماني قال له ايه، بس يعني احنا لينا بخطه اللعب مدرب اللي على الارض بتترجم مش اكتر. يعني انا كمدرب مش مفروض ان انا بدرب النادي الاهلي هدي اللعيبه تعليمات ان هو ينزل يدافع بس وما يهاجمش؟ لا طبعا بيبقى واخد كل واحد واخد تكليفات دفاعيه وتكليفات هجوميه. والدليل على كلامي لما الجماعه يرجعوا والمسؤولين او السيد عبد الحفيظ او اي او موسيماني حتى يتعمل معاه لقاء، يعني هو طبعا مش هيجي مع يعني ضد اللعيبه اكيد، لان هو امبارح قال انا بتحمل، لكن ما كانش هناك في اداء سلبي لبعض اللاعبين. نتكلم عن ده بقى بالتفصيل، خلينا طيب. نعرف من حضرتك. طيب يبقى اذا الجزء الدفاعي ده انا ممكن جدا بعض اللعيبه بيبقى في المباراه عدم التركيز ينسى تعليمات المدرب. يعني ايمن اشرف في الكره اللي دخل فيها الجول الاولاني، هل موسيماني قال له اسقط كده ويسيب؟ لا ده كان اخفاق حقيقي، ده كان اخفاق. طب وقال لي ياسر ما تكسبش الاوفسايد؟ يعني احنا عندنا اخفاق ده بلا شك، ادى لاجوال ضدنا ده بلا شك. يعني كان هناك عدم تركيز او بعض اللاعبين كان عندهم خوف زياده، الخوف الزياده اللي هو الخوف الزياده ده بيعمل ايه؟ بيعمل اثر سلبي على اداء اللاعب، انما في خوف ايجابي، الخوف الايجابي ان انا يدفعني ان انا الراجل ده ما هوش اقل مني، بالعكس انا ممكن اكون بتفوق عليه، هو بيلعب في الدوري البرازيلي، انا بلعب في الدوري المصري، واخد بطوله افريقيا، انا اقوى منك، انا عندي علم. طب اشمعنى وعندي اداره حضرتك شفته مع بالميراس ما شفتوش مع مونتاري، رغم ان احنا اوريدي عاملين يعني سكور احلى على بالميراس بمقارنه بمونتاري، اشمعنى ما خفناش مع في كان هناك تركيز قوي جدا وخاصه من رامي وياسر. لانه كان دايما بيتقال احنا محتاجين قلبي دفاع، وكان في نوع من التحدي
انه احنا لا نثبت ان احنا موجودين واول اخر. هاني نفس القصه كان بيتقال ده اكرم وفلان، هاني شفناه ادى المباراه دي بالشكل الرائع صحيح. وجاب الجول. علي معلول الطريقه اللي احنا لعبنا بيها كان ممكن جدا توفيق ربنا يكون غايب عننا في الماتش الاولاني، كان في كورتين جنب العارضه كان ممكن واحده منهم تدخل في ماتش مونتيري. لكن احنا في الوقت ده طاهر الحقيقه كان عندهم في خط الظهر لمونتيري كان عندهم سلبيات، يمكن فريق بالميراس كان واخد باله قوي من النادي الاهلي وبيأمن الدفاع بشكل قوي جدا، لدرجه وصلت لمرحله من العنف الشديد في اكتر من كوره، وبعدين ما بتلاقيش حمايه، وحتى لما بتروحي تعترضي بادب على الحكم بينفعل عليك انفعال غير طبيعي. فالتركيز في الماتش الاولاني مش معنى انه كان هناك تركيز، بيحصل للعيب في بعض الاوقات في لحظه بينسى او يعني بيغلط. ايمن اشرف امبارح هل هو عايز يغلط؟ لكن لو حضرتك تعرفي ان هو جاي من افريقيا من الكاميرون مع احباط، وبعدين ما كانش الماتش الاخراني ما لعبش، عمليه النقله دي ده جه الساعه 10 عقبال ما دخل ونام، اكيد الساعه 1 المحاضره ما اتمرنش مع الفرقه، ما فيش اعداد نفسي ليه. نفس الكلام عن السوليه يعني، ما نفس الكلام برضو مع السوليه. يا اخوانا التدريب مش كده والكوره ما هياش كده. يعني السوليه مجهد، انا ما عنديش هاف ديفندر، يعني ما عشان انا احط نفسي مكان المدير الفني ومكان اللاعب لابد يبقى انا مريت بالتجربه دي علشان احكم عليها. ما ينفعش احكم على تجربه وانا ما عشتهاش ودي مش مهنتي. كويس، لو دي مهنتي ممكن ان انا اقول ده في ليه ده ايمن اشرف غلطان. لا، ايمن اشرف واخد كام بطوله مع النادي الاهلي، ياسر ورامي واخدين كام بطوله، حسين وقفشه واخدين كام بطوله، واخدين بطولات كتير. مش معنى امبارح كان فيه الاداء الهجومي ما كانش موجود. طب الشوط الثاني في موسيماني اخطا من ناحيتي انا، كان المفروض ان انا ابدا براس حربه محمد شريف من البدايه. محمد شريف من البدايه عنده الاستعداد والرغبه وهو هداف بطبيعته. وبعدين السرد باكين بتوع بالميراس النوع الطويل وكل الكرات العاليه تقريبا واخدينها. شريف لما نزل تفوق عليهم في اكتر من كوره، وشفنا وليد حتى طبعا جسمه يعني يجي عند صدر الراجل بتاع بالميراس ومع ذلك حط واحده في العارضه. ايوه، في اتنين ضربات جزاء، في هاني وشاطط واحده، في جول شايط كورتين، وليد سليمان كره في العارضه، ومع ذلك واحنا 10 افراد بنعمل الاداء ده. الولاد نازلين وشايفين ان النادي الاهلي ما ينفعش يخش فيه جولين، وبالتالي نزلوا برغبه شديده. في بعض اللاعبين محتاجين وقفه مع نفسهم، لازم يقفوا مع نفسهم، قفشه وحسين الشحات لازم نقف مع نفسنا شويه، لان انا المفروض يبقى ادائي البدني وادائي النفسي اقوى من كده. واعتقد الناس اللي هي لعبت كوره وشافت كوره واشتغلت في الكوره يقولوا ان حسين لازم يبد يقف، لا انت عندك اكتر من كده كتير جدا والجمهور منتظر منك كتير جدا. طب ما عندي سؤال هنا برضو كابتن عادل، يعني ما الاسماء اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي هي اسماء كانت لامعه جدا في الموسم اللي فات، ماذا حدث؟ يعني من وجهه نظرك ايه اللي جد علشان نقدر نقول ان دلوقتي بننصح ايمن اشرف، بننصح قفشه، بننصح حسين الشحات ان هو يركز اكتر، الاداء ما يبقاش مثلا في عنف شويه عشان ما ناخدش طرد وما نوصلش نفسنا لكده مثلا، ايه اللي جد؟ شوفي برضه في حاجه نسيت ان انا اقولها، في نادي برشلونه لما ميسي كان ايام كان بيلعب في برشلونه لما كان بيغيب بتلاقي برشلونه تيم صحيح مؤثر جدا، تيم عادي، تيم طبعا عادي جدا. فتخيل انت لما يكون عندك 7-8 عناصر اساسيه، حمدي فتحي لما نزل وهو مرهق شفناه عمل ايه امبارح، هل ممكن في انسان يفضل يؤدي 9/10 على طول لمده 15 شهر؟ مستحيل. الانسان ما بين صعود وهبوط طبعاً. فطبعا لما بنقول حسين لا في الفتره دي لازم نراجع نفسنا، نراجع نفسنا بمعنى ايه؟ لازم لما الكره تجيلك يبقى في خطوره على المرمى وتشكل خطوره سواء انت او لزمايلك. لما الكره نفقدها
اضغط زي ما الراجل كان بيضغط عليك، انت كمان اضغط. قفشه لازم اضغط كمان، اضغط واخد الكوره والكوره ما تضيعش مني بسهوله، ابقى انا دايما الكوره طالعه من رجليا سليمه، الاستلام والتسلم. ما معنى ان انا بستلم واسلم غلط انا بدخل عبء على زمايلي في اكتر من مره. 100%. طب بس هل ده راجع برضو، انا بحاول اعرف السبب برضو، حضرتك بنحلل، هل راجع لو هتكلم عن قفشه مثلا طالما حضرتك ذكرته دلوقتي، هل التغيير في مستوى قفشه، مش هقول لدرجه مستوى بس في الاداء يعني، ده راجع ليه؟ عدم مثلا مشاركته مع المنتخب، عدم اعطائه الثقه المطلوبه، شعوره باحباط الى حد ما يعني، انا بفترض وجهه نظر حضرتك، ولا القصه ملهاش اي علاقه باي عامل، هي عدم توفيق في مباراه ما يعني؟ شوفي يا نهوان، اللاعب اساسه النادي يؤدي فيه فبيروح المنتخب. صح. فاذا انا ما اديتش في النادي بالدرجه العاليه انا المنتخب مش هياخدني. يعني انت يعني الامثله طبعا كتيره يعني في مش في مصر بس، في العالم كله. مظبوط. فانا عشان احبط، انا ورايا 80 مليون مشجع اهلاوي، انا احباط ده، انا احباط ده، انا لو في بس حد كده اتنين تلاته يعني بيبعتوا لي على التليفون وبيشجعوني، ده ابقى في السماء. ده الجماهير الاهلي بيشجعونا احنا كمذيعين، ده عايز اقول لحضرتك ده احنا لاقيين دلع قد كده والله، ما بالك لاعب بقى يعني. قولي لي بقى انا احباط ايه؟ صح لا والله. لا لا انا بلعب، انا لابس تيشيرت نادي الاهلي اللي فيه 80 مليون او اكتر، وفي العالم العربي وفي افريقيا وفي الدنيا كلها، يعني لازم يبقى انا حته الاحباط دي ما تنفعنيش. لكن ده كان المفروض العكس، اثبت نفسي بشكل اروع كمان في المباراه يعني. في محفل زي ده هيتكتب في تاريخي ان انا خدت الفضيه. ايوه. في ظروف ما فيش نادي في العالم مر بيها. انت عارفه انا لما يكون في عندك في القانون في الفيفا او في لما بيقول لك في 4 أو 5 عندهم كورونا الماتشات بتاعتهم بتتاجل، مش بيحصل في الدوري الانجليزي في الاسباني؟ طب احنا بيكون عندنا 15 ما بين صليبي وما بين ناس مش موجودين اصلا. الراجل بتاع الكاف ده رئيس الكاف، يعني ازاي اديني عقلك ازاي يبقى في 7 في المنتخب ومش حامل هم ان النادي الاهلي بيمثل افريقيا ورايح يلعب في محفل زي ده؟ ما انا بقول لحضرتك يعني تصور الناس عن النادي الاهلي ان هو حاجه كبيره قوي، ده بيخليهم اللي هم مش فارق معاهم، اكيد النادي الاهلي هيتغاضى عن المشاكل دي، هيقدر ان هو يكوب يعني. لا، ما هو برضه ما زال هو محتاج للعناصر الاساسيه بتاعته اللي مؤثره بالتالي يعني. والله يعني في طبيعه بشريه ما اقدرش ان انا اتجاوزها. فيعني النادي الاهلي طبعا نادي قوي جدا ونادي عظيم جدا بمبادئه وقيمه واول اخره، لكن برضه في نفس الوقت في حدود للطاقه البشريه، ما يبقاش عندي 15 واحد مصاب. اتفق مع حضرتك. وبعدين الراجل اللي حكم امبارح الحقيقه يعني عمل كل اللي ممكن يعمله، فطبعا يعني جول اشرف، جول محمد شريف، يعني الراجل جاب دماغه بس يعني، او طرف الجزمه يعني مش كده، طرف الجزمه يعني وبعدين يتغاضى عن ضرب الجزاء، ما يروحش يشوفها في الفار، يروح يشوف كوره ايمن اشرف اللي هي فاول. وبعدين ايمن اشرف في برضه حكام كبار يعني شايفين ان اشرف دخل وخد الكوره، صحيح هو كمل شويه لكن هو خد الكوره، ما لعبش على رجل الراجل. ايوه يعني ما دس في دو، انما هي عمليه الاندفاع هي دي اللي وصلته لدي. مظبوط جدا، ده فعلا كلام ناس كتير جدا من المحللين. انا اتفق مع حضرتك. بما ان احنا اتكلمنا عن التحكيم بقى، شوف احنا بنغطي كله. معانا دلوقتي على التليفون، اسمح لنا كابتن عادل، كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي، عشان نتكلم بقى يعني. كابتن ناصر طبعا في البدايه انا بصبح على حضرتك، نورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير لك كابتن نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدينك الكرام ومتابعين قناة النادي الأهلي، وصباح الخير على نجم ماتش المحترم الخلوق الكابتن عادل دايما. أهلا كابتن، ازيك يا كابتن؟ صباح الفل. واحنا يعني سبحان الله لسه بنتكلم عن نقطة التحكيم، خليني أعرف من حضرتك، اعتبرنا ما يعني لا نفقه شيء كابتن ناصر، وعايزين نعرف من حضرتك شفت ازاي الأداء التحكيمي بالأمس؟ هل كان هناك إخفاقات ولا الموضوع ما كانش فيه أي مشاكل؟ يعني نسمع من حضرتك. تمام كابتن، احنا بنتكلم فيه حكم امبارح هو الحكم الفرنسي كليمان توريانو، حكم من الحكام النخبه وحكم كبير وليه تي في 10 على 10، ولكن للاسف امبارح وانا بكلمك بدون اي مجامله للنادي الاهلي، خلينا نتكلم تحكيم بالعلم وليس باي شكل ثاني غير امبارح، عندنا
تقريبا ثلاث حالات استوجب البطاقه الخاصه للاعبي بيراميدز. دي واحد. طبعا واحده مع محمد هاني، واحده مع عصام الشحات، واحده محمد طاهر. فسيبنا من الكلام ده، تعالي بقى نروح لركله الجزاء الصارخه اللي هي كانت دي احمد عبد الكريم. عايز اقول ان دي نموذج صارخ لركله الجزاء الصحيحه. ليه؟ هقول ليه؟ لان احمد قادر راوغ اكثر من لاعب ودخل منطقه الجزاء، ولاعب المنافس تم عرقلته، والعرقله واضحه جدا جدا جدا. أيوه. رجل المنافس على الخط منطقه الجزاء، ورجل احمد عبد القادر على خط منطقه الجزاء. احنا قلنا دايما كابتن عادل قيامه طبعا استاذنا الكبير، ان الخطوط دي يا كابتن نهوان هي من ضمن المناطق المحيطه بيها. يعني خط منطقه الجزاء يتبع ليه منطقه الجزاء. فاذا هنا النهارده انا شايف ان ركله جزاء صحيحه 100%. للاسف الشديد انا مش عارف الفار لم يستدع الحكم فيها، ودي كانت اكيد اكيد كانت هتغير. انا مش ببرر ولا حاجه لنتيجه النادي الاهلي، ولكن كانت هتغير من اكيد من سيناريو المباراه 2-1 غير 2-0. دي حاجه. الدقيقه 79 بالظبط، وانا بحيي كابتن عادل فعيمه ان هو شرح اللي انا هقوله. البعض بيذهب ان ايمن اشرف ارتكب لعب عنيف، لا، هناك فرق بين اللعب العنيف والتهور. التهور اقصى حاجه ليه هو البطاقه الصفراء. تمام. ايمن اشرف راح عمل التاكلينج، لو عنده نيه ايذاء كان راح بالقدم مره واحده على رجل المنافس، ولكن ايمن اشرف عمل التاكلينج، نجح في لعب الكره، خلي بالك. ثم بعد كده عمل ايه؟ ارتضم برجل او بالصف المنافس. هنا مفيش فيها لعب عنيف ولا في فيها سلوك مشين. هنا بقول دي تهور، وكان وهو ادى انذار، الحكم ادى فيها انذار الحط يقال، ولكن طبعا الفار انا بستغرب انت جبته في اللعبه ديت، طب ما جبتوش ليه في ركله الجزاء؟ صح. الفار لما جابه هو رجع ادى البطاقه الحمراء لايمن اشرف، بطاقه حمراء غير مستحقه لايمن اشرف، ايضا دي اثرت في سيناريو واحداث وسير المباراه. صحيح. عندي خطا ركله جزاء لم تحتسب لاحمد عبد القادر، عندي بطاقه حمراء غير صحيحه للاعب النادي الاهلي ايمن اشرف، ويمكن دي الحالات اللي اثرت كابتن هوان في نتيجه المباراه. طبعا طبعا. محدش يطلع يقول لي اصل انت يا كابتن ناصر بتبرر، اصل الاهلي الفرقه الثانيه كانت، لا، نتكلم تحكيم في التحكيم. فيما يخص تحليل اسلوب اداء اللاعبين ده مش شغلتي، انا بحلل التحكيم يا كابتن هوان. صحيح. للتحكيم وليس لنتيجه مباراه، ولكن وليس لاداء اللاعبين. طيب كابتن ناصر، يعني كابتن عادل عنده نقطه برضه عايز يتكلم مع حضرتك فيها، اتفضل. يا كابتن ناصر صباح الخير. صباح الخير عليك يا نجم مصر. بقول لك في كوره الراجل بتاع بالميراس دخل في لاعب من الاهلي مش متذكر، يعني رجليه الستارز داخل في عظمه الشاظيه من تحت، ومع ذلك لا الفار نده له ولا هو حسبها فاول اصلا. شوف يا كابتن، انا عملت مقارنه امبارح، انا بحييك طبعا، انا بس انا جبت اهم الاحداث اللي هي ركله الجزاء التي لم تحتسب وطرد ايمن اشرف. انا بحييك طبعا لان فعلا كلام حضرتك صحيح، انا جبت مقارنه امبارح في التحليل التحكيمي وقلت هذه الحاله ان اللاعب دخل بالستارز فوق الحذاء، يعني فوق الحذاء في منطقه غير محميه بالستارز، دي طبقا للقانون بطاقه حمراء مباشره. هناك فرق بين انا بروح العب الكره ثم ارتكب المخالفه، وهناك فرق ايضا لما اروح مره واحده بالستارز في منطقه غير محميه اللي هي فوق الحذاء، وبالتالي كان يجب على الفار استدعاء الحكم، لان دي تستحق البطاقه الحمراء. كابتن عادل انا بحييك بحييك فعلا، هناك بطاقه حمراء، وهذه حاله تقريبا كانت مع حسين الشحات في نص الملعب. في جول بتاع محمد شريف، الكره مش جايه من الخصم او من المنافس، ولا القانون متغير في الحته دي؟ بص يا كابتن عادل، هدف محمد شريف هو هنا لحظه التسديد على المرمى، احنا بنشوف موقف التسلل، يعني هي لحظه التسديد وليس لحظه طرد حارس المرمى للكره. لحظه التسديد كان محمد شريف بادئ بجزء من الجسم تقريبا، وهنا هو بيعاقب على ان هو كان في موقف تسلل لحظه التسديد وليس لحظه الحارس لما صد. اذا هنا لا، هي لعبه محمد شريف طبعا لحظه التسديد كان هناك موقف تسلل ثم ارتدت الكره، هو هنا لا يحق له ان هو يلعب الكره لان هو كان في موقف تسلل، وبالتالي هنا عوقب بالتسلل. انما لو هو كان سنه متاخر بس كابتن عادل، لحظه التسديد من زميله لاعب النادي الاهلي
كان الجون هيتحسب وما كانش هيبقى فيه اي مشكله. طيب كابتن ناصر، انا عندي سؤال اخير لحضرتك وهو سؤال عام، يعني احنا محتاجين اجابه عليه اعتقد كلنا. فكره هنا الاخطاء التحكيميه المتكرره، انا لا اتحدث عن الاهلي تحديدا، انا اتحدث عن الاهلي وعن منتخب مصر واللي شفناه من، يعني مش عارفه الاقي اللفظ السليم يعني، بس من كوارث تحكيميه تحديدا في امم افريقيا واللي كانت واضحه للجميع، ومش بتكلم عن الجمهور المصري فقط، لا الجمهور العالمي، يعني كان حتى في تويتات وتحليلات مختلفه من ناس لا ليها صله ابدا بالمنتخب المصري يعني من عدمه، لكن كله بيتحدث ان في اخطاء تحكيميه كثيره جدا. هل هناك بعد كده هيكون محاسبه ولا البطوله بتخلص واخطائها بتتنسي ويعيد الموضوع او يعاد الموضوع مره ثانيه بعد كده، واللي بيدفع الثمن هو سواء نتكلم هنا بقى على اللي يهمنا منتخب مصر او نادي الاهلي؟ فمحتاجين نفهم فيما يخص منتخب مصر كابتن هوان، وانا بتكلم بامانه، هذه البطوله شهدت اضعف تحكيم على مستوى البطولات اللي اتلعبت بالظبط للاسف الشديد. اضعف تحكيم ليه؟ يعني لما نبقى ماتش تونس بتلعب تقريبا والسكازوي الحكم الزامبي بيلعب مباراه المفترض ان هو يدير المباراه طبقا للقانون، 45 دقيقه الشوط بينتهي و45 دقيقه الشوط الثاني بينتهي، للاسف الشديد هو بينهي المباراه قبل موعدها. يعني بقول ايه؟ يعني حتى التوقيت اللي الاتحاد الدولي عامله للمباراه للاسف الشديد دي حاجه خطا، طبعا خطا كبير جدا، وهو من بعدها مشوا الحكم. طب انا النهارده كنادي، نادي الاهلي او منتخب مصر، استفاد ايه يا كابتن هوان؟ ده خطا تحكيمي. لما نيجي نتكلم في مباراه مصر مع الكاميرون، وانا بتكلم هنا كان الحكم مجيد نضاي، ومصر مع السنغال تقريبا كان بكاري جسامه، وتقريبا هو عصب اللاعبين داخل ميدان اللعب ونرفز اللاعبين وتعامل بقله احترام مع اللاعبين والجهاز الفني، بيقول الحكم دايما خلي بينك وبين اللاعب روح طيبه. فالتحكيميه موجوده في الاتحاد الافريقي، يجب على الاتحاد الافريقي النهارده حساباته كابتن نوال. احنا عندنا النهارده 6 حكام بقى لهم 10 سنين هم اللي بيلعبوا، تكازوي، مجيد نضاي، بكاري جسامه، بملك، لا احنا عاوزين نغير شويه ونطلع ونصعد حكام جدد. نتكلم النهارده حكام شمال افريقيا باذن الله ما شاء الله، سعود البنا، امين عمر، رضوان جيد، مصطفى غربال، عادل السلمي، كل يعني كل الحكام دي حكام الشمال كانوا متفوقين بتفوق كبير. يجب على كمان، انا قلت الكلام دوت، ان لجنه الحكام في افريقيا تعيد حساباتها وتحاول دايما ان هي تحاسب الحكام، لان ما ينفعش ان فريق زي منتخب مصر او النادي الاهلي بيطلع بخطا تحكيمي والحكم بتبص تلاقيه ثاني يوم او بعدها باسبوع بيلعب المباراه. صحيح. كابتن ناصر بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله والتحليلات المحترمه، شكرا ليك يا فندم. كلام محترم بصراحه وعايزين نعقب عليه، بس لو تسمح لنا هنروح فاصل سريع جدا كابتن عادل ونرجع نكمل مع حضرتكم. ده كان اخر فاصل مع فقره يعني كابتن عادل تعيمه، ولسه في اكيد نقاط كتير عايزين نتناقش مع حضرتك فيها، ولو هنروح سريعا برضو نعقب على كلام كابتن ناصر والاخطاء التحكيميه اللي بتؤذي اكتر يعني ما بتفيد، والوضع اصبح يعني محتاج حل كابتن عادل، كده صعب جدا يعني منتخبات بتخرج ولا وما بتاخدش بطوله وفرق ما بتصعدش علشان انت مش عارف هو ده راجع لاخطاء تحكيميه زي ما بيتقال كده، هي مش ناقصه يعني، هي فعلا مش ناقصه. شوفي انا هون مع وجود الفار ما بقاش لاي حكم عذر الا ان هو يا اما ضعيف يا اما مغرض. يا ضعيف يا مغرض. واوعي تفتكري ان الحكام ملائكه او المدربين ملائكه او اللعيبه ملائكه. صحيح. واديكي شفتي في افريقيا اول رئيس الكاف اول ما جه في اظن 12 حكم شطبهم نتيجه ان هناك، وفي المانيا بيلاقوا حكام بيبقوا وفي اي حته في اوروبا بيبقى فيه حكام احيانا بيبقى فيه ثغرات وبينهوا هذه الثغرات، ومع ذلك برضو طالما العنصر البشري موجود هتفضل هذه الاخطاء. عشان تصلحي الاخطاء انا قلت بالنسبه لمصر هنا لازم يجي خبير اجنبي يمسك لجنه الحكام، مش هنفضل احنا فلان يمسك باوراق فلان وبعدين جمال مع عصام وبعدين عصام مع جمال، لازم يجي حد مش عارف حاجه خالص، يجي راجل خبير زي ما السعوديه عملت، وقلت الكلام ده مع كابتن اسلام اكتر من مره، راجل خبير بيجي شغلته انه يختار بعنايه الحكم، يبقى فيه قوانين رادعه، الحكم بياخد اجره كامل، بيثقفه، هتلاقي الجسم الحكم شخصيته راجل بالبلدي كده ولغه الشارع شبعان، مفيش حد يقدر
يديله حاجة زيادة، عارف يعني إيه قيمة نفسه. الحكام دي إحنا محتاجينها، وده مش هيتصلح إلا لما المسؤول يبقى على وعي ويعرف يعني إيه إن هو مش مغرد. مش أنا أجيب عادل علشان صاحبي أو عشان قريبي، ده في الكاف وفي المونديال وفي مصر لابد يبقى فيه عملية تقييم، والتقييم ده مش هيجي إلا لما تبقى الإنسان المسؤول. يعني في الفيفا الرئيس الحكام في لجنة الفيفا لازم يبقى فيه مراجعة. الراجل بتاع امبارح عمل حاجات كلها مؤثرة ضد النادي الأهلي. السؤال بقى في مراجعة، في محاسبة، مفيش ولا السلام عليكم كده خلاص يعني ما فيش مراجعة. It doesn't make sense يعني. مفيش مراجعة، والدليل على كده هتبص تلاقي من أول عيسى حياته وأحمد أحمد مش عارف إيه، بتلاقي دايماً بيمشوا بطريقه مش كويسه. مظبوط يا نواد ولا انا بتجنن؟ بس في الاخر اللي حصل بيبقى حصل خلاص يعني. خلاص بيمشوا بطريقه مش كويسه. بلاتر مش ماشي بطريقه مش كويسه طبعا، بلاتيني ما مشيش بطريقه مش كويسه. طيب الكلام ده نتيجه ان الراس الكبير او المسؤول الكبير لما بيبقى يعني ما عندوش الامانه بتبص كل الاستاف اللي تحته ما بيبقاش واقف الوقفه المظبوطه. مش هيتصلح حال التحكيم الا لما يبقى فيه رئيس فيفا على اعلى مستوى، الكاف يبتدي يشتغل على المنظومه ديت. نتمنى احنا يعني تعشمنا خير في الراجل بتاع جنوب افريقيا انه يجي ويعمل تصليح للمنظومه. ادينا شفنا اول ما جه كان بيقول الفار لغى الفار في بعض الماتشات في دوري افريقيا. يعني كل الاسماء حضرتك ذكرتها فعلا يعني هي ربما مشت بقضايا فساد ولكن لم تحاسب برضه. هي مشت يعني أيوة. قضايا فساد ومشت لكن لم تحاسب، وضرت للاسف ضرت بلاد كتيره وضرت انديه كتيره. ما هو ده يعني هنشوف، عايزين عايشين هنشوف اللي هيحصل. على كل حال انه فاضل خمس دقائق كابتن عادل، عايز اروح مع حضرتك وسؤالي ده يعني انا عايز اعرف اجابه كابتن عادل عليه تحديدا. الهلال السعودي باين جدا في الفترة الأخيرة أنه هو واقف بقوة وقادر أنه هو يؤدي بقوة وعمل صفقات وميركاتو أخير عظيم جدا، والبعض على السوشيال ميديا بيتكلم أن ربما تكون هناك منافسة قوية جدا مع تشيلسي. بتشوف أن فعلا الوضع كده ولا لا ده ما لوش علاقة خالص، ده كله كوم وتشيلسي في حتة تانية وحنشوف سكور يمكن هاي سكور كمان في المقارنة إن شاء الله أو ماتش يعني لو احنا بنشجع تشيلسي. شايفها ازاي؟ النادي الهلال بقاله فتره كبيره جدا شغال علمي على اعلى مستوى كويس. يعني تبص تلاقي الاستشفاءات احسن اجهزه، بيجيبوا احسن مدربين، بيجيبوا احسن لعيبه في اوروبا، شغالين احتراف بقالهم 20 سنه فعلا. احتراف غير طبيعي، احتراف يعني بتشوف انت تفتح التلفزيون تبص تلاقي الاستاد معمول كانه اوروبا. يعني لما الراجل بقى يبتدي يتكلم عربي لا والله ده او لابسين جلاليب بيضاء وبتاع فنعرف على طول ان ان ده في السعوديه. فالكوره برده زي ما النادي الاهلي كده برده ما فيش حاجه صعبه في كره القدم. اذا نادي تشيلسي جاي بنجومه والعظام، طبعا المدرب عنده اظن عنده الفيروس دوت. لا انا مش عارفه عنده كوفيد ولا لا، بس اللي اعرفه ان هم عندهم افضل لاعب حارس في العالم، فدي برضو لا. وعندهم لعيبه يعني واخدين، اولا هم واخدين بطوله اوروبا فدي كفايه، لكن هيتوقف على مدى جديه اللعيبه في حصولهم على البطوله وادائهم وسمعتهم واسمهم والرغبه الشديده من الهلال انه يستطيع ان هو يتجاوز الفريق تشيلسي، ودي هتبقى خطة كبيرة جدا ونتمنى لهم التوفيق. لأنه صحيح. لأنه فعلا فعلا الكورة بتعطي لمن يعطيها، لكن في ظروف النادي الأهلي لا ما كانتش كده، ده كان ظلم بين. احنا كسبنا ماتش بإعجاز، ماتش مونتيري ده لو أي حد يعني يتكلم قبل المباراة ازاي تيم يعني ما تدربش مع بعض، ازاي عناصر ما كانتش بتلعب، ازاي عناصر جاية ناقصه العمود الفقري بتاعها طبعا وغيره كابتن عادل، حاجه كانت صعبه جدا. بتمنى ان النغمه اللي شغاله والحزن لا، احنا عايزين ناخد مركز صحيح وكل حاجه، لكن برضه في نفس الوقت ما نبقاش جايين على ولادنا ولا على الجهاز الفني بتاعنا، لان المنافس او اي منافس عايز ينال مننا من خلال ان احنا نبقى بناخد احباط للمدير الفني او للعيبه. لا مش هيحصل، لان دي مش سياسه النادي الاهلي. وموسيماني قاعد لنهايه الموسم، هل من مصلحتي انا كمشجع اهلاوي
او كراجل بشتغل في النادي الاهلي ان انا احبط الراجل ده؟ لا مستحيل، ده مش وارد. او احبط او اللعيبه، او اللعيبه ما بقفش وما اقفش معاها. لا لا مش منطقي الكلام ده، وعلى ارض الواقع مش موجود فعلا كابتن عادل. كلام حضرتك سليم 100%. وعلى كل حال انا يعني مع الناس او حميل للراي، طبعا كنت اتمنى ان النهائي يكون عربي ما بين اكيد الاهلي والهلال السعودي، لكن هذا هو الوضع. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للهلال السعودي، هتبقى مباراه قويه جدا، نتمنى التوفيق ليهم. طبعا هم نتكلم ان اي برضو يعني منتخب بيمثل العرب برضو اكيد احنا بندعمهم، كل واحد اكيد حر في نقطه اخيره. اتفضل يا فندم. اتفضل. اولا النادي الاهلي اكتر نادي لعب ماتشات في كاس العالم للانديه، الماتش اللي جاي هيبقى 18 ماتش. اوكلاند 15، يبقى احنا معديينه بثلاث مباريات. وصلنا كاس عالم، اكبر نادي في العالم وصل لكاس العالم للانديه 7 مرات أو 8 مرات، فدي ما حصلتش لا ريال مدريد ولا برشلونه وغيره وغيره. هي بس على كاس العالم للانديه، انا بس دي الناس اللي ما بتسمعش نفهمها. تسمع كاس ما بتسمعش ايه بقى؟ تسمع. نورتنا يا كابتن عادل، بشكرك جدا، بشكر حضراتكم على متابعتنا الفقره دي. هنروح فاصل ونرجع مع اخر فقره النهارده، ودكتور دينا ابو سعود زي ما كنت بنوه موضوع عن الحفاظ على الصحه والوقايه من الامراض، توبك في غايه الاهميه، واكيد كلنا دلوقتي بندور ازاي ممكن ان احنا نوقي نفسنا اصلا من الامراض، مش لما نعي نبتدي ان احنا نتعالج. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، كنا بنتكلم عن فكره هنا الوقايه اللي هي خير من العلاج، شعار مهم جدا وثابت في حياتنا علشان نقدر ان انت او انا او كلنا نعيش بصحه جيده. هنتكلم النهارده تحديدا عن كيفيه الحفاظ على الصحه وكمان الوقايه من الامراض والتاكيد على تقويه المناعه. اعتقد ده الملف الابرز في الفتره اللي احنا كمان بنعيشها مع الفيروسات المختلفه وغيره وغيره. خلينا نرحب بضيفتنا برضو العزيزه الدكتوره دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. صباح الفل مرة تانية. صباح الخير يا نهوان، منورانا كالعادة دايما. وبنستنى الفقرة دي علشان نستفيد بالمعلومات المختلفة في الملفات المختلفة حقيقية اللي يعني بنطرحها معاكي. خلينا نتكلم النهاردة لأن الموضوع اللي احنا عايشينه والحالة اللي احنا عايشينها مش بس في مصر، العالم كله، فكرة هنا الاهتمام بالوقاية، فكرة هنا أنا مش عايز أعيا، أنا مش عايز حتى يجيلي برد، أنا عايز أشوف إيه اللي ممكن يتعمل علشان أقدر أحمي نفسي. وكل عيلة عايزة تحمي ولادها، ويعني الموضوع لا مش بسيط. فخلينا نبدأ من النقطة دي. مهم جدا كل البشر يعني بلا استثناء في الأيام اللي احنا عايشين فيها ان احنا نعزز مناعتنا ونقويها، لان تعزيز المناعة ما بقاش حاجة يعني option، بقى حاجة it's a must، يعني حاجة إجباري ان احنا نعزز مناعتنا. كتير مننا بتلاقي بيجيله برد وبيخف، وبعديها بشهرين يجيله برد تاني وبيخف، ده كده تعرفي على طول ان عنده نقص في المناعة. نقص في المناعة يعني نقص في الفيتامينات، يعني نقص في المعادن. المناعة هي خط الدفاع الأول لمحاربة البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية، هو الخط الدفاع اللي ربنا خلقه لنا في جسمنا. خلايا الدم البيضة بتمشي في مجرى الدم عشان لو لقت فيروس تهجم عليه، لو لقت بكتيريا تهجم عليها. طيب ايه اللي نقدر نعمله عشان نقوي جهازنا المناعي ويقدر يصد الكلام ده كله؟ لان احنا مش عايزين نعيا اطلاقا في الوقت ده. على قد ما عارفه كل واحد ماشي بالراحه كده جنب الحيط، مفيش يعني مفيش مجال ده ومفيش عازل ده ابدا يعني. ومش مش 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 لازم ان احنا المكمل الغذائي اللي هتكلم عليه ان احنا لما يبقى يجي لنا برد نمشي على الادويه وناخد المكمل الغذائي، احنا ناخده من ساعه ما شافونا دلوقتي. طيب ايه اللي نقدر نعزز المناعه بايه؟ بالفيتامينات والمعادن، بقلب مالتي فيت اللي هتكلم عليه. اكيد لازم ننام كويس مع الاكل الصحي مع الرياضه. طيب اشمعنى قلب مالتي فيت اللي بتكلم عنه؟ لانه الحقيقه هو مختلف ومنفرد عن كل المكملات الغذائيه. ليه بالنسبه لي ليه الافضليه؟ لانك انت عايزه عشان تعززي مناعتك محتاجه يوميا سبلمنت بفيتامين سي. فيتامين سي موجود داخل ألب مالتي فيت اللي مرخص من هيئه سلامه الغذاء، اللي موجود في جميع الصيدليات وده امان. فانا عندي فيتامين سي بيعزز لي جدا المناعه، عندي فيتامين اي بيعزز المناعه، فيتامين اي لانه مضاد للاكسده، من اقوى الفيتامينات اللي ربنا خلقها على وجه الارض هو فيتامين اي. ايوه فيتامين اي ضد الاكسده. طب يعني ايه اكسده؟ يعني احنا كلنا بيحصل لنا اكسده من الاكل اللي مش صحي، اكيد الزيوت النباتيه اللي بنقلي بيها، كل دي بتطلع لي خلايا شرده في الجسم
وبتعمل لي التهابات، فلازم اقلل الالتهابات بقدر الامكان. عندي داخل قلب مالتي فيت كنا شايفين الكبسوله، بان الكبسوله اللي موجوده بتديكي كل الفيتامينات اللي موجوده، من اهم فيتامينات المناعه عندي الكوبالامين او فيتامين بي 12 داخل قلب مالتي فيت اللي بيدعم لي جدا كرات الدم الحمراء. لازم اظبط الليكوسايتس اللي هي كرات الدم البيضاء مع كرات الدم الحمراء عشان ما عانيش من انيميا. اوكي. الانيميا وفقر الدم ومخزون الحديد قليل اكيد مناعتي هتتاثر بشكل كبير. فالكوبالامين والفوليك اسيد، الفوليك اسيد من عائله فيتامين بي كومبلكس اللي هو فيتامين بي 9، مهم جدا جدا. انا مش عندي بس ده، انا عندي الثيامين وعندي رايبوبلافين، كل الحاجات دي مهمه لصحه اعصابنا ولصحه معناعتنا. عندي بيوتين داخل قلب مالتي فيت مهم جدا برضو من عائله بي كومبلكس، مهم للمناعه ومهم لصحه شعري وضوافري. عندي الكالسيوم مهم جدا اكيد لعظمنا ولصحه عظمنا، وعندي الكابر النحاس مهم الحقيقه لكذا حاجه، مهم جدا للشعر الكابر، ومهم ان خلايا الدم الحمراء تلاقي الحديد. الحديد صعب الامتصاص جدا، بيمتص عن طريق فيتامين سي والنحاس اللي موجود في قلب مالتي فيت، والنحاس اللي موجود في قلب مالتي فيت بيساعد على ان الار بي سيز او كرات الدم الحمراء تلاقي الحديد الحقيقه. كويس جدا. يعني كل ده نقدر نقول في الاخر هو بيندرج تحت الوقايه، انا بحاول ان انا احصن جسمي على قد ما اقدر بالفيتامينات اللي هو بيحتاجها باي نواقص تكون موجوده. طيب بجانب المالتي فيت قلب مالتي فيت، ايه ممكن تاني تنصحي الناس ان هي تعمل؟ هل مثلا تشيك اب دوري؟ هل مثلا سن معين لازم ياخدوا بالهم من حاجات معينه؟ يعني عايزه مع الفيتامين تقولي لهم برضو ازاي اللايف ستايل المفروض يكون موجود. لايف ستايل مهم جدا. اول حاجه الاكل الصحي مهم جدا، ان احنا نمتنع عن السكريات والكلام ده كله والدهون. بس ده في رمضان انسينا بقى، يعني عشان نبقى صرحه في الاعياد والحاجات اللي زي. انا في رمضان ما بعرفش ادب اكل دلوقتي، يعني ما اعرفش ان انا ده حضرتك ده مش حضرتنا عشان الصوره تبقى واضحه يعني. اوكي نعمل اكسبشن على قد ما نقدر يعني. اوكي. مهم قوي لو انا بدات احس بتعب بلاش اعاند جهاز المناعي وانزل. بتلاقي كتير ايه، انا مش انا تعبانه وحرارتي عاليه. طبعا الحراره العاليه استجابه للجهاز المناعي ان حصل هجوم للفيروس والبكتيريا، رجعت من اكل فيه بكتيريا او فيه اكل مش نظيف، فكل ده استجابه للجهاز المناعي. اللي مش حلو بقى ان بتلاقي مثلا شباب جاله برد، انا هنزل انا مش هستسلم من المرض. انت كده بتعند جهازك المناعي، لان الجهاز المناعي الوايت بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء بتسحب كل طاقتك عشان تهاجم البكتيريا والفيروس. مش وقت نزول، تعبانين نقعد في بيتنا، نخلي جهازنا المناعي يشتغل. التدخين التدخين والكحوليات نتجنب الحاجات دي لانها بتدمر لي جهاز المناعه. السكر بيعلي لي الالتهابات وبيدمر جهاز المناعه. السكريات والحلويات اكسبشن في رمضان حلو، مفيش مشكله. اسالك على حاجه عشان نبقى برضو بندي للناس صوره يعني بسيطه. الناس اللي هي عندها شراهه في التدخين واللي هي برضو مهما قلت لهم بطلوا تدخين مش هيبطلوا تدخين، نقدر نقول مع العاده السيئه دي لو اخذ الفيتامين ممكن ان يعمل بالانس شويه في جسمه؟ اكيد اكيد. نشرحها بقى بليز يا دكتور. لا هو طبعا يعني نحاول نقلل التدخين، مش قادرين نقلل التدخين. التدخين ليه اضرار كتير، لكن بنقدر ندعم الجسم والدم بفيتامين سي. ويمكن نسيت اتكلم على الزنك في اول الحلقه. الزنك موجود في قلب مالتي فيت. اول ما بيجي لنا برد الايام دي بيقول لك ايه، زنك وفيتامين سي. زنك وفيتامين سي. الزنك مهم جدا جدا للمناعه. الزنك مهم جدا للرجال لطاقتهم، لبنيان عضلاتهم لو بيروحوا الجيم. مهم جدا لخصوبه الرجال. الزنك مهم لخصوبه حتى الستات لو عندهم التبويض شويه عندهم ضعيف. لان الزنك مهم، وفيتامين اي مهم لتبويض الستات جدا. أوكي. او تحسين التبويض، لان فيتامين اي ضد الاكسده بلس انه بينشط جدا الدوره الدمويه، فبينشط لها الدوره الدمويه في المبيض. حلوه المعلومه دي جدا. طيب لو رحنا كده برضو وقلنا ايه تاني ممكن ان البني ادم او الانسان باي عمر إن كان رجل او امراه ان هو يلجا ليه علشان اقدر ان انا احسن من جهازي المناعي، غير ان انا انام جيد واكل كويس والحاجات دي واخد يعني مالتي فيت، ايه تاني ممكن من عادات تنصحيهم بيها؟
طبعا كبار السن مهم جدا ليهم الفيتامينز عشان امتصاص الامعاء لجهازهم الهضمي ما بقاش زي الشباب بالزبط. بس انت بتلاقي دلوقتي الشباب عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. مهم قوي انصح اي حد بيتفرج عليا ياخد باله من معدته. يقول لك المعده مهمه، المعده اهم والقولون. حاجه والقولون، القولون عشان الامعاء والقولون كتيره جدا، فلازم نتجنب الحاجات اللي بتاثر على الحاجات دي. الافراط في الانتي بايوتكس خطر جدا، الافراط في المضادات الحيويه. مش كل حاجه مضاده حيوي يا جماعه، مش كل حاجه مسكنات. عمال على بطال كل يوم 5-6 حبات مسكنات، كل الحاجات دي بتعمل لي مشاكل في المعده وبتعمل لي مشاكل في الامعاء. انا عايزه الامعاء بتاعتي يبقى الميكروبيوم اللي هي البكتيريا النافعه سليمه، ما تدمروش البكتيريا النافعه، لان البكتيريا النافعه هي اللي بتطرد البكتيريا الضاره وهي اللي بتساعدني على الهضم. الاكل مفيش حاجه اسمها ان البروتين بينزل على الامعاء ويتسرب. يعني بتلاقي مثلا في ناس كتير او بعض الناس عندها حساسيه من الاكل، حساسيه من المكسرات، حساسيه من السمك. مش المفروض ان انا دمي يحس بده؟ يعني ده يبقى انا عندي الليكي جات، يعني عندي ارتشاح مع ان المكسرات طلعت على الدم، فبتيجي المناعه تسيب وظيفتها الاساسيه وتروح تهاجمني الاكل. بالظبط. فمهم جدا جدا اقول لكل الناس مع قلب مالتي فيت ناخد بالنا من معدتنا وجهازنا الهضمي وما نكترش من ادويه الحموضه الا تحت اشراف الطبيب. حلو قوي. طيب انا هروح معاكي برضو لبعض الاستفادات الاخرى اللي ممكن يعني فئات كتيره من المجتمع تبقى محتاجاها. بالنسبه للناس اللي عندها ستريس شديد وده بيبقى لا ارادي، حتى لو هم ناس يعني ما فيش في حياتهم مشاكل، بس الستريس كده بيجي من كتر التفكير. في ناس بتقعد تهري عارف مكان شغال. انا اعرف ناس كتير كده. ازاي ممكن يلجأوا للفيتامين، وازاي الفيتامين ده ممكن فعلا يحسن من حياتهم والفكره اصلا، فكره يعني زياده التفكير. الحاجه الثانيه هروح معاكي، ما اعرفش هل مرتبط ولا لا، حضرتك تفيدينا. فكره هنا التخسيس، الشراهه في الاكل ممكن ان هي تبقى سبب نقص في الفيتامينز المختلفه، فبنلجأ ان احنا ناكل علشان احنا حاسين بنقص معين والفيتامين ده مش واخد كفايته في جسمنا. هل ممكن لو انا خدت مكمل غذائي زي مالتي فيت ده لا بالعكس ابتدي ان انا اخس شويه من خلال ان انا اوريدي ما عنديش نقص في اي فيتامينز؟ هبتدي معاكي برضو يا نهاوند في السؤال، كنت سألاني سؤال برضو حلو قوي في الاول، بس طيب خلينا نتكلم على الاكل. الاكل طبعا لا غنى عن الاكل الصحي. يمكن بتلاقي مثلا اللي عندهم فقر دم يجروا على الكبده، الكبده كلها حديد. اول ما بتلاقي نفسك بتحب تاكلي كبده كتير اعرف ان عندك نقص في الحديد. الحديد مهم جدا للمناعه. يعني وانا بكريف حاجه او نفسي طبعًا. بتبقى رايحه الحاجه ده بيبقى عشان نقص الفيتامين بتاعها ممكن أكيد. يبقى كده اكيد اكيد okay. فلكن بتلاقي ايه تقولي ايه، طب انا ما انا باكل كبده وعملت سي بي سي ولقيت الهيموجلوبين واقع ولقيت الفريتين مخزون الحديد واقع، عشان انت ما عملتيش فيتامين سي، ما شفتيش مونيتور بتاع فيتامين سي. أوكي. فلازم اقول ان الب مالتي فيت بيدعم جدا امتصاص الحديد. يعني هي سلسله واحده، اتس سيركل، كله مرتبط ببعضه. طبعا. يمكن كمان اللي بتلاقيهم عندهم نقص في البوتاسيوم بياكلوا موز كتير. بتشوفيها كتير. أيوة فتيجي تعمل لهم تحليل بوتاسيوم بتلاقي البوتاسيوم ناقص. لكن الاكل الصحي لازم نمشي عليه مع الب مالتي فيت، لان الاكل الصحي مش هيدعمني الفيتامينات والمعادن في الدم بالقدر الكافي يوميا. طب انا لما اكل موز كتير مش مفروض البوتاسيوم يظبط ولا برضو بيبقى فيها؟ لا ما مش هينفع تاكلي موز كتير قوي لانه برضو بيبقى فيه نسبه سكر. يعني انت عندك حاجه قصاد حاجه. طب انت عندك العسل الاسود مليان حديد، لكن ما ينفعش نكتر منه عشان ما نعليش السكر في الدم ويجيلنا سكر يعني. تمام. فده مهم. لا احنا مش ناقصين. كفايه اللي احنا فيه. طيب السؤال الاولاني اللي كان خاص بالستريس، الناس اللي هي والاوفر ثينكرز اللي بيفكروا كتير قوي بيحرقوا وده بيأثر على جهازهم المناعي وكل حاجه بصراحه. الستريس زي ما انت قلتي، انا على طول بقول نحاول نقلل الستريس. الستات عاطفيين اكتر فطول الوقت قاعدين والله في رجاله كتير انا واعرف ناس نماذج 24 ساعه تفكير. فما بفهمش فيه ايه. لازم نريح دماغنا شويه ولازم ناخد الب مالتي فيت، عشان الب مالتي فيت بيدعم الاعصاب جدا واعصاب المخ، وبيدعم جدا الدوره الدمويه، وبيدعم نسبه الكوليسترول في الدم. طيب الستريس مشكله ان الستريس يعني الكورتيزول اللي بيفرز من الغده الكظريه بيطلع
وبيحصل لي مشاكل كتيره جدا في كل اجهزتي والغدد الصماء والحاجات دي. لكن مع الاسترس بنصح جدا باستخدام الب مالتي فيت يوميا، قرص واحد هيظبط الكلام ده كله مع الرياضه. الرياضه مهمه، الرياضه بتطلع النيجاتيف انرجي، بتظبط نسبه، هو الرياضه هو العدو الاول للكورتيزول او الكورتيزونز، فبيقلل لي افراز الكورتيزون. الكورتيزون ما ينفعش يفرز، ما ينفعش ملي زياده او ملي ناقص، فدي حاجه مهمه. لان كمان بيجي فتره مع بعد الاسترس الكتير بتلاقي نفسك تعبتي خلاص، الغده الكظريه بيجي حاجه اسمها ادرينال فاتيج، الغده الكظريه تعبت من افراز الكورتيزون خلاص مش قادره. فنحاول ان احنا نمتص غضبنا، نلعب رياضه، ونستخدم الف مالتي فيت، بس ما نكترش منه، يعني ما ناخدش 3 4 اقراص في اليوم، هو قرص واحد بس. لقيت نفسك بتتحسن، حبيت تزود تجود من نفسك، بلاش يا جماعه. بالظبط. طيب فكره هنا برضو، انا مثلا شخص بخاف جدا، شوف الناس دي، ان في ناس بتخاف على نفسها قوي قوي قوي، تيجي تقول لك لا 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 انا خاف اخد مالتي فيتامين ولا مكمل غذائي ويبقى جسمي مش محتاج، يحصل لي تسمم. الافكار دي موجوده عندنا، نرد عليهم ازاي؟ هنرد عليهم واقول لهم عندهم حق اكيد، لكن انا عندي الحاجات اللي نخاف ناخدها لو زادت عن الجسم، فيتامين د، هو مش موجود فيتامين د في الب مالتي فيت، ومش هقول انه مش موجود يعني مش مهم، من اهم الفيتامينات. أوكي. من اهمها. لكن دي بتتخزن في الخلايا، المفروض ما يقلش عن 25 وما يزيدش عن 50. فعشان كده بقول مهم جدا نعرف مستواه، لو لقيته زي النورمال رينج خلاص ما اخدش فيتامين د، لو ما لقيتش اخد سبلمنت ومع الاوميجا اللي موجود في السمك والتونه والحاجات دي كلها مليانه فيتامين د، واشعه الشمس طبعا مهمه جدا، فيتامين كي برضو ناخد بالنا منه، وفيتامين اي. التلات فيتامينز دول هم اللي بيتخزنوا في الخلايا لو حصل اكسيد، مهمين جدا، لكن ما ناخدهمش غير بعد ما نعمل التست بتاعنا. الب مالتي فيت كل الفيتامينات والمعادن اكسيد عن طريق البول والكدني، لانه ما فيهاش ضرر اصلا، ما لهاش ضرر. ونسبها تركيزها طبعا هيئه سلامه الغذاء لما ادت لنا الترخيص عملت تستات وعملت على التراكيز وحطيته على الصيدليه اون شيلف، انه امن جدا ما فيش اي مشكله لو استخدمته يوميا قرص واحد في اليوم. اوكي. طيب بالنسبه لبقى، ها ركزي معايا بقى يا دكتور، معاكي يا لهوي. حد عنده كوفيد، حد مريض خلاص بالكورونا، دلوقتي اقدر ان انا برضو اقول له مع الكورس بتاع الشفاء يعني، او الكورس يعني بتاع الكوفيد، ان انا اخد برضو الف مالتي فيت، ولا اوقفه بقى لغايه لما اخف، ولا الموضوع بالعكس ده هيساعد على الشفاء؟ كوفيد لا غنى عن التطعيم، لازم كلنا نبقى متطعمين بالانتي بوديز، ومهم جدا ان انا استخدم الب مالتي فيت، لان بيبقى فيه في البروتوكول فيتامين سي وفيتامين وزنك. مفيش علاج للكوفيد، لكن في ان انا اعلي مناعتي. فالكوفيد جه، انا مهم ان انا اعلي مناعتي فقط، واعلي الليكوسايتس عندي اللي بتفرز من الحبل الشوكي او الغدد الليمفاويه، فما فيش مشكله ان انا استخدمه. وحتى من قبل كوفيد ان انا اعمل وقايه، بتبقى اوريدي مناعتي عاليه اول ما الفيروس بيهاجم جسمي. بس وانس ان هو جه برده مش غلط ان انا اكون باخده مع الكورس بتاع العلاج يعني. لا لا اطلاقا، بناخد البروتوكول اللي وزاره الصحه المصريه قايله عليه، ونقدر ندعم بقلب مالتي. طيب هل برضو هذا المكمل الغذائي ممكن يعالج فكرة هنا الشيخوخة والزهايمر والحاجات اللي احنا بنشوفها، وبرضو هي ملهاش علاقة بالسن، بتلاقي تلاتينات يعني منهم بصراحة، والذاكرة عندي فيها مشكلة شوية. على فكرة دي حصلت، وحالتي دي مع ناس كتير جدا بعد لما أصيبوا بكوفيد. أنا جات لي شهر 6 اللي فات، من بعدها فعلا ابتديت الميموري عندي مش زي الأول يعني، ما بعد الكوفيد. دي حقيقة. طبعا الب مالتي فيت بيدعم جدا التركيز، لان هو من خصائصه تدعيم التركيز. التركيز يعني محتاجه، او عدم النسيان، انت زي ما قلتي يمكن كبار السن احنا دلوقتي كلنا عندنا عدم خلاص احنا جيل اتدمر والله العظيم، مش عارفه نعمل ايه تاني. هيكفي علينا الب مالتي فيت ولا نروح لحاجات تانيه يا جماعه؟ لا هيكفي، لان التركيز والنسيان والحاجات دي كلها محتاجين فيتامين بي كومبلكس بجميع عيلته.
ألب مالتي فيت الجديد اللي فيه انه ما سابش عيله من فيتامين بي مش موجوده فيه. انا عندي داخل ألب مالتي فيت الثيامين والنياسين والرايبوفلافين والبانتوثينيك اسيد والبيوتين والفوليك اسيد والكوبالامين، دي عائله فيتامين بي كومبلكس كلها اللي بتدعم لي جدا الاعصاب، بتدعم لي اعصاب الخلايا العصبيه في المخ. عندي فيتامين اي مهم جدا للتركيز لانه بيشل الالتهابات، لانه زي ما انا قلت مضاد اكسده، فانا هظبط نسبه الكوليسترول، مش هيبقى عندي كوليسترول اللي يقدر يضيق لي اوعيه الدمويه بتاعه المخ، فبيبتدي انسى ابتدي ادوخ. عندي الزنك طبعا مهم كمان، وفيتامين سي مهم جدا جدا لعدم الاكسده برضو وزياده التركيز. كل الفيتامينات دي موجوده في ألب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء اللي موجود في جميع صيدليات مصر في كل محافظات. تاكيد حضرتك ده مهم جدا، علشان لو اي حد عنده تخوف، اي حد عنده برضو شك او حاجه، لا حضرتك اهو الموضوع يعني سليم 100%، مفيش اي خطوره، مفيش اي مشكله، الموضوع امن. يعني دكتور دينا الوقت للاسف خلص، بس بجد برضو هرجع اقول لك تاني استفدنا جدا جدا من معلوماتك. مرسي. ومره تانية هتكوني معانا بملف جديد علشان برضو نفيد حضراتكم. انا بشكركم جدا على متابعتنا، ونشوفكم ان شاء الله حلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي.